السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في النشرة الرياضية حقق منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد فوزا سهلا وكاسحا على نظيره الهندي ب 86 هدفا مقابل 31 وذلك في مستهل مشواره في البطولة الخامسة عشر والمقام في العاصمة الأردنية عمان والمؤهلة لنهائيات كأس العالم في الجزائر، وبذلك حصد منتخبنا الوطني نقطتي الفوز والتي تجعله قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى الدور الثاني.